Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, مرحبا بكم في فيديو جديد. الى كنتي اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بك في القناه ديال مزيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابوني وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي على ميرسي بوكو على لا كونفيونس ديالكم, ميرسي على الكومونتير الزوين اللي توصلوني منكم. اليوم واحد الدرس مهم بزاف نزولا عند الطلب. اغلب المشتركين في لاشين ديالي تيطلبوا بزاف هاد الدرس اللي غادي ندير اليوم, هو كيفية كتابة إنشاء أو كيفية كتابة نص باللغة الفرنسية. فهمتوا؟ فوالا, مشكل كبير تيواجه بزاف ديال الأشخاص وبزاف ديال التلاميذ وبزاف ديال الناس الكبار, هو كيفاش يديروا يكتبوا بلا لونغ فرونسيز, سيرتو أنهم ما عندهمش هذيك لا لونغ. اليوم إن شاء الله بإذن الله بلا ميثود اللي تنخدم بها ديما, هي فاسيل ماسيل بسيطة بزاف, غادي نوريكم إن شاء الله بإذن الله بعض الطرق وبعض الحيل أنك تكتب واحد تكست, واحد لا ميثودولوجي, واحد لا فاسون اللي هي سامبل وافيكاس ان شاء الله باذن الله, واخا ما تكونش عندك واحد الباجاج ليكسيكال اللي هو كبير بزاف. فهمتي ما عليك, غير تبع ان شاء الله وما يكون غير الخير. غادي نبداو على بركه الله كما العاده, غادي نبداو نكتبوا تكست باللغه العربيه ومن بعد غادي نترجموه, ولا نكتبوا طرف طرف ونبداو نترجموه اون ميم طون. اول حاجه خصك دير عرفتي شنو هي, عاد تجبد ورقه وستيلو ولا تجبد اجندا ولا تجبد واحد الكاي وغادي تقيد كاع لي زانفورماسيون, حيت اي معلومه هنايا غادي تقدر تفيدك في لابروتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. وهكا ان شاء الله باش غادي تزيد لقدام. ما تخلوش عليا غير بالبارطاج في لونطوغاج ديالكم في لي جروب فيسبوك اي لو جروب واتساب, هكا باش تعمل ان شاء الله الفائده وكلشي يستافد. غادي نبداو على بركه الله, ركزوا معايا نعطيكم بزاف. غادي كيف قلت لكم ناخذ واحد النص باللغه العربيه ومن بعد غادي نديروا تراديكسيون بلا لونغ فرونسيز تو سامبلومون, واحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل وزوينه ان شاء الله. غير قبل غادي ندير واحد التذكير خفيف ظريف, اللي باقي ما فرجش في الفيديو ها هو الفيديو غيطلع لكم هنا, رجع تفرج في الفيديو عاد جيت تفرج في هذا كمل معنا باش تفهم كيفاش نديرو نترجمو من اللغة العربية للغة الفرنسية. ولكن ندير لكم واحد التذكير في اللغة انتوما العربية, العربية العربية تيكون عندي فعل, فاعل, مفعول, مفعول ب. الفرنسية نتمنى يكون تيبانلكم مزيان, الفرنسية فاعل, فعل زائد مفعول به. الوغ خصنا نعرفو هادي اللي تيتشابو هي هذا. باغ كونطخ هنا تيبدا بالفعل, هنا الفعل تيجي في دوزيام بوزيسيون, هنا الفاعل, هنا الفاعل تيجي في بخومييي بوزيسيون. الوغ هنايا خصكم تعرفو هاد الحوايج هادو. غادي نبداو على بركة الله غادي نكتبو دي فخاس. فهمتو, غادي نبداو نكتبو دي فخاس, يعني غير ركز معايا, ركز معايا وان شاء الله غادي تستافد الماكسيموم بوسيبل. نتمنى ان هادشي يكون تيبان لكم مزيان باش كلشي يكون واضح. فوالا, عندنا العربيه شنو فيها, فيها فعل فاعل مفعول به, وعندنا اللغه الفرنسيه شنو فيها, فيها فاعل فعل مفعول به. الو غادي نبداو على بركه الله, ركزوا معايا نعطيكم السر. غنكتبوا باللغه العربيه جمله, مثلا نقولوا احمد او شكا على نهاية عملي. أحمد أوشك على نهاية عملي, أحمد أوشك على نهاية عملي. غادي نديرو الترجمة, أحمد تتبقى أحمد, هاي ها أحمد. أنا بعدا نحطو هنا كل جملة نحطو تحت منها, ها أحمد, هادي غادي تجي أحمد. أحمد أوشك, أوشك هي لو فيرب فونيغ, لو فيرب فونيغ ما نترجمو والو, هاو ما نصرفو والو زعما. لو فيرب فونيغ على نهاية أوش على هي دو, نهاية هي فينيغ, عملي هو ترافاي, ترافاي. فهمتو؟ ألوغ أحمد فونيغ دو فينيغ ترافاي. هادي غادي نردو حنا جملة, شنو تنعرفو في الأول شنو تنكتبو, تنكتبو بيان سيغ سوجي, سوجي تما هو أحمد, هاو أحمد. Le verbe venir, le verbe venir fait le présent bien sûr. Alors, le verbe venir fait le présent. Viens. 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 Elle, il y a deux. Deux, le verbe finir. Mardi, tu sors. Deux, tu dis, voilà, on sors le verbe. De finir sans travail. Travail. Il y a de sang. Comme tu le dis, il y a de sang. الصن هذا تيسمى ادجيكتيف بوسيسيف, عقلوا عليه الصن. فهمتوا؟ الوغ نقولوا احمد فيان دو فينيغ سون
travail. Ahmed vient de finir son travail. T'as-t-il que je suis très bien. Ahmed vient de venir sans travail. Fais-tu? غادي نكملو ان شاء الله غادي نديرو جمله اخرى غادي ان شاء الله نديرو جمله اخرى فاش قرب يسالي خدمته هذا احمد فاش قرب يسالي خدمته شنو غادي يبدا يدير شنو غادي يبدا يدير فاش قرب يسالي خدمته شنو غادي يبدا يدير شنو غادي يبدا يدير غادي يبدا يجمع الادوات ديالو بدا بجمع ادواته فاش تكون في الخدمه وتتبغي تتقرب تتسالي شنو تبدا تدير تبدا تجمع في الادوات ديالك باش تخرج بدا شنو هي بدا شكون هو بعدا اللي بدا مهم حتى الاخر بدا هي كومونسي لو فيرب كومونسي بجمع جمع هو رونجي بجمع هي رونجي هنا ما نصرفوهاش ادواتي سي زافير six affaires. Je fais toujours commencer, ranger six affaires. Fais toujours après le lien comme ça. Alors je n'aurais pas dit une goule. Elle n'aura pas dit une goule. Je connais où elle est en train de parler. Ahmed, il commence. Je ne sais pas. Il commence de ranger. De ranger. De ranger ses affaires. De ranger ses affaires. Cette semaine, elle fait quelque chose de compliqué. Il commence de ranger ses affaires. Il commence de ranger ses affaires. Il y a cette semaine, elle fait quelque chose de compliqué. Il y a Beda Abi Jamé et Dawati. Beda il a commencé. Et là, elle a déjà bédé. Elle a commencé de ranger ses affaires. Qu'est-ce que c'est? Je vais dire, Inch'Allah, nous allons faire une autre chose. Je vais vous dire une autre chose. Ahmed. La yujidu. Yujidu. Ahmed. At-tabkh. At-tabkh. Yujidu Ahmed at-tabkh. يجيد احمد الطبخ نقولوا الى حنا بلا ما نبقاو نعاودوه الى يعرف هي يجيد ان سي بيان كويزين وي سي ني هاي يجيد هو لو فيرب سافوار يعرف هي لو فيرب سافوار فهمتوا احمد هي احمد تتبقى احمد الطبخ كويزين يجيد احمد الطبخ جيدا جيدا هي بيان هي بيان فهمتوني هي بيان alors هنا il le verbe savoir صرفنا il sait bien cuisiner il sait bien cuisiner معرفش واش يبالكم ولا تيبالكم معرفش واش يبالكم فوالا تيبان تتمنى ان كلشي يكون واضح تتمنى انكم تكونوا فهمتوني هاتوا نعاودوا نقراو احمد vient de finir son travail il a commencé de ranger ses affaires et il sait bien cuisine. نقولوا واحد الجمله غادي نقول لكم تابعوا معايا في المستر اليوم هو عيد ميلاد بنتي اليوم هو عيد ميلاد بنتي اليوم هو اليوم هو aujourd'hui aujourd'hui voyons aujourd'hui c'est عيد ميلاد anniversaire المهم خلي بالكم شحال هذا يكتبوا هنا بنتي صافي فهمتوا صا هذا سميتو adjectif possessif و في هي بنت alors غادي نقولوا غادي نديرو غنكتبو aujourd'hui c'est l'anniversaire c'est l'anniversaire de
de sa fille. Je vous dis pas quand. De sa fille. C'est l'anniversaire de sa fille. Aliyom huwa eid milad binti. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa fille. Nzidu akhar jouma inchallah bi idhnillah. Rakzou ma yghfiha. Lihada qarrara tahdir طرطة الفراولة. لهذا قرر تحضير طرطة الفراولة. لهذا قرر تحضير طرطة الفراولة. حيت قلنا حنا ما تعرفي كويزين تعرفي يطبخ. نكتبو لهذا سي بوغ سا. سي بوغ سا. قرر هي لو فيرب ديسيدي. ديسيدي. تحضير بريباري طرطة الفراولة. تنقولو طاغت طاغت او فخيز فخيز فوالا طاغت او فخيز. فهمتوني هذاك ماشي مشكل واخا مبالكمش مزيان سي با كراف. المهم انا نكتب لكم في السبور نديرو الترجمة باش تعقلو ليه. فوالا اخر حاجة كتبناها تتمنى ان يكون تيبان لكم تيبان. غادي نقولو نديرو فاصيلة سي بوغ سا. سي بوغ سا إلا حيت ديجا قرر نصرفو هذا ديسيدي دو بريباغي دو بريباغي مصرفناش بطبيعة الحال اون طاغت طاغت او فخيز. فوالا نقراو هذا النص هذا كله تنتمنى ان كل شيء يكون واضح وباين. نقراو هذا النص هذا كله. احمد vient de finir son travail. Il a commencé de ranger ses affaires et c'est bien cuisiné. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa fille. C'est pour ça il a décidé de préparer une tarte aux fraises. فهمتوا حنا حولنا منين من اللغه العربيه للغه الفرنسيه بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل. تنتمنى ان الفكره تكون باتكم. هذا غير فيديو اول من نوعه بهذه الطريقه هذه. غير بغيت نبين لكم ان راه ماشي شي حاجه صعيبه راه شي حاجه بسيطه. يكفي انك تتبع غير لا ميثودولوجي اللي تنوريك كيفاش ندير. نكتب كنحط كل كلمه شتو تنعرف غير كلمات تنعرف غير الكلمات ومن بعد تنلصقهم ولا كونجيزون. خدمت غير بالبريزون قليل اللي فيه الباسي كومبوزي قليل الباسي كومبوزي ولكن لا بليبار كان غير البريزون يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. واللي فيرب خدمنا باللي فيرب كاين لو فيرب فينير فينير ادونتاج منها كومونسي كاين كويزيني كاينين ديسيدي. سو سون دي فيرب اللي هما سامبل ومعروفين. فهمتوا اغلبيه ديال لي فيرب كانوا ديال البرومي جروب ماشي دي فيرب اللي هما صعاب عليكم في الكونجيزون ديالهم. تتمنى انا الفكره انا بغيت الفكره تكون وصلتكم. حيت لو وصلتك الفكره غادي تفهمني شنو درت وغادي تبدا تابليكي لي شوز هكا دو طون زون طون. غادي تتعلم وغادي تاميليوري فوتر نيفو في لا لونغ فرونسيز تو سامبلون ان شاء الله بواحد بواحد لا فاسون اللي غتكون ايفيكاس ان شاء الله باذن الله. كان معكم مزيتي الامل لقاكم فيديو جديد. نقول لكم السلام عليكم.